ذكرت البارحة شأن الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين من الناس، ولا حرج أن أعرج اليوم على قضية قريبة من هذا الموضوع، ألا وهي الإصلاح بين الناس. فكما أن من واجبنا كمسلمين أن نعين المستضعفين وأهل الحاجة والضعف والفقر، فكذا من واجبنا كمسلمين مؤمنين أن نبادر للإصلاح بين المتخاصمين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات. وهذا الأمر أحيانا قد يبادر إليه الإنسان المسلم، وقد يتقاصر عنه أحيانا أخرى بدوافع عديدة. أحيانا إذا كان الخصام بين طرفين أعرفهما، قد يأتي الشيطان لي وأنا طرف ثالث لست داخلا في الموضوع لأقول لفلان أو فلان: لا تسامح، لا تصالح، لا تفاوض، لا تقبل العذر. هذا يحصل معي ومع أي إنسان إذا جاءنا الشيطان فحرضنا. أنا كمسلم ما أعني نفسي أو شخصا معينا، يعني الكلام عام، أنا كإنسان مسلم لا ينبغي لي أن أقبل تسلط الشيطان علي في أن يحرضني على الإفساد بين الناس لا على الإصلاح. فقد يعجبني فلان من الناس أو لا يعجبني، فإذا رأيته اختصم مع فلان أقول للذي اختصم معه: لا تسامح، لا تعفو عنه، لا تقبل عذره، لا يعني تأبه له، إذا طلب منك العفو فلا تعفو عنه، خذ منه زيادة. الشيطان يأتي إلينا جميعا ليحرضنا على مثل هذا القول، وهذا أمر خطير عظيم. أكون بذلك مفسدا في الأرض أم أكون مصلحا؟ الله سبحانه وتعالى قال: والصلح خير. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالمبادرة إلى الصلح أمر عظيم، حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أجاز للذي يريد الإصلاح أن يكذب، والكذب أمر عظيم في الدين ولا يحل، ولكنه أجاز له أن يكذب فقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. نفى عنه رسول الله صفة الكذب، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. ينمي ينقل، يعني من النميمة، سماها نميمة بمعنى نقل الكلام على سبيل المجاز، وإلا فهي ليست نميمة لأن قصدها الإصلاح. النميمة كما عرفها أهل العلم هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. هنا أطلق عليها هذا اللفظ لتشابهها مع النميمة المعروفة بقصد الإفساد. قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، هذا ليس كذابا، فينمي خيرا ويقول خيرا. فإذا وجدت جماعتين صديقين قريبين أو غريبين بينهما خلاف واستطعت أن أدخل لأصلح بين الناس فحي هلا. هذا من أعظم الأمور التي يفعلها الإنسان المسلم، حتى أن الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن ندفع من زكاة أموالنا في سبيل الإصلاح بين المتخاصمين. هذا الأمر العظيم يجوز دفع شيء من الزكاة فيه، وإن كان الطرفان غير مستحقين لدفع الزكاة، ولكن في هذه القضية لعظيم خطرها وكبير ضررها إن استمرت وهي الفساد بين الناس، لعظيم فضل الإصلاح أجيز دفع الزكاة لذلك. سبحان الله. لذلك يا أيها الأحبة فلنبادر إلى مثل هذا. أحيانا نسمع قضية بين زوج وزوجة، الزوج على رأي والزوجة على رأي، وكلاهما مختلفان، والذي يحدثه الزوج من أصدقائه أو أرحامه يقول له: لا تقبل منها، طلقها، اهجرها، اتركها. ألا تقول له أيضا: سامحها، اعف عنها، ألا يكون هذا منك؟
وكذلك من يكون في صف الزوجة من أقاربها أو أرحامها، لا ترجعي إليه، أشرطي عليه أن يكتب لك مبلغا جديدا من المهر، طالبيه بأن يكتب لك البيت، افعلي كذا، ألا تكون سببا في الإصلاح أيها الإنسان؟ بدل أن تحرضها على زوجها وتشترط عليه شروطا قد يكون عاجزا عن أدائها، ألا تكون سببا في الإصلاح بينها وبين زوجها؟ سبحان الله، المسلم مبادر للخير. أخرج الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يصلح بين جماعتين من المسلمين فتأخر عن الصلاة، فقام بلال رضي الله عنه، الحديث طويل، فالتفت لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أبي بكر أن تتقدم، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدى بأبي بكر رضي الله عنه، وهي غير الحادثة المشهورة التي حدثت في آخر الحياة النبوية لما أمر رسول الله أبا بكر أن يصلي بالناس، هذه حادثة أخرى مختلفة. تأخر عن الصلاة الجماعة وهو من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ من أجل أن يصلح بين الناس، من كبر وخطر وضرر هذه القضية أن تكون موجودة بين الناس. الآن هذا الفساد الذي نراه وهذا التحريض الذي نراه من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات، ترى كثيرا من الناس همهم تحريض الناس على بعضهم وتأليبهم ضد بعضهم وإشعال نار الفتن بينهم وإذكاء روح العداوة فيما بينهم. عجيب هذا، هذا شأن المسلمين؟ عجيب والله، عجيب. كيف تطيب لنا أنفسنا؟ كل إنسان كما قلت قد يخطئ، نعم، ولكن أن أكون، أن يكون هذا عادة لي وأمرا مستمرا أسير عليه في حياتي، كلما رأيت متخاصمين من أي جهة أثير فتنا وأزكي نارا وأشعل شرا أم أساعد في إطفاء هذه الفتن؟ سبحان الله، المسلم مبادر للخيرات أيها الأحبة، مسارع لها، مسارع في لم الشمل. ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإفساد، إفساد ذات البين، بالحالقة، قال وإنها الحالقة، أي إفساد ذات البين، وذات البين يعني ما يكون بين الناس، بين الزوج وزوجه، بين الشريك وشريكه، بين الجار وجاره، بين الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، هذا إفساد ذات البين، وعكسه إصلاح ذات البين. وصف إفساد ذات البين فقال ألا إنها الحالقة، فكأن الصحابة عجبوا، إيش حالقة؟ حالق إيش؟ ماذا تحلق؟ قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تذهب بدين الإنسان. وهذا حال بعض الناس اليوم، شأنهم كما قلت والعياذ بالله، بدل الإصلاح الإفساد. إذا تكلمنا عن فضل الإصلاح فلنتكلم أيضا عن خطورة الإفساد، وخصوصا بين الزوج وزوجه. يا أخي اتق الله، إذا أراد أن يرجع فليرجع، وإذا أرادت أن ترجع فلترجع، وإذا لم يرد أنا ينبغي أن أبادر، يا بنت الحلال يا بنت الكرام، مهما كان هذا زوجك، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، والله طلقني، وإن طلقك يجوز أن ترجعي إن كانت الطلقة الأولى مثلا أو الطلقة الثانية، وهكذا أمهد لها سبل الخير، سبل التفاهم والرجوع إلى بيتها. وكذلك بين الشريك وشريكه، بين الجار وجاره، بين الأخ وأخيه. الآن بعض الأرحام أحيانا يدخلون يتدخلون والعياذ بالله للإفساد. سمعت أخوك فلان إيش قال عليك؟ اتق الله، أنا ما سمعت، لماذا تقول إيش قال أخوي فلان عليك؟ لماذا تنقل لي هذا الكلام؟ ما حاجتي له أنا؟ يقول أعرف، أو فرضنا أنا تناسيته، سمعته ونسيته، أنت تأتي لتشعل هذه النار، يعني قال فلان علي كذا وقالت فلان علي كذا. سبحان الله، إذا وقعت أو وقعت فيها يا أيها المسلم فبادر للتوبة. كما قلت الحديث يقول تحلق الدين، تمسح لي حسناتي مسحا هذه القضية الخطيرة إذا أفسدت بين الناس. بالمقابل عكسها، الإصلاح الذي نتكلم عنه يرفع الله تعالى به أقواما إلى أعلى الدرجات، ويصلون من المقربين إلى رب العالمين بكونهم إشعاع نور،
ضياء وخيرا بين المسلمين، يدخلون بين الناس في سبيل الخيرات. أذكر رجلا كان من المسنين، كان في أحيائنا القديمة، أذكره، حدثوني عنه، قالوا هذا الرجل يعني يمكن أكثر من 100 صلح أو 150 صلحا دخل بين الناس، أفرادا، أزواجا، نساء، رجالا، جماعات، عشائر، كذا كذا، يدخل وليوجه الله ولا يقبل شيئا ولا كذا. قلت ما شاء الله، سبحان الله، وحقيقة سيما الخير عليه. هذا أمر عظيم يا أيها الأحبة، إن بادر إليه الإنسان المسلم فكفى به خيرا له، والله كفى به خيرا وعزا وشرفا أن يكون الإنسان من أهل الإصلاح. اللهم اجعلنا من أهل الإصلاح ومن المصلحين، ولا تجعلنا من المفسدين. الحمد لله رب العالمين.